اسمي محمد احمد الشريف، طبعا متقاعد لي 11 سنه، خبير على العلاقات الدوليه في وزاره الصناعه. والحمد لله انا كان عندي الرغبه والاستعداد للاهتمام بالحدائق المنزليه. يعني انا سافرت دول كثيره من ضمنها سوريا وبلاد الشام. يعني في بيتي كنت ساكن ببيت سكن شعبي، سالوني قالوا زوجتك سوريه؟ قلت لا والله ليبيه. ليش السؤال هذا؟ قالوا لان السوريين اهتموا بالاشياء الحدائق والبستنه، فبغرس في ذهني ان لابد ان اهتم بالحديقه وانا نظر بهالنظر اللي موجود الان يعني. وبالتالي انا من الاحفاد والناس اللي تحب ابدا اي عشبه من حولها الا اذا كان مضطر. هذه الجلسه اللي احنا جالسين عليها هذه عباره عن كنز ليش؟ ويجب استضافني، عملت الخريطه والوحده كل من بنات افكار يعني. وهذا ماجن، الماجن درت عليه طاوله ثابته لاستقبال الضيوف. انواع كثيره من الاشجار او نبات الزينه زي ما تقول الياسمين الهندي بلونين، الاحمر والابيض، الفل او شوكه المسيح اللي شكلها جميل جدا بازهارها ودائما مزهر. النخيل عندي الحمور يقولوا البرنسي، العامي، البكراري، مرواني، طابوني، حره، اسمها بكراري. انواع جيده كلها والله، او جيده جدا بالناس. الحمد لله شاركت في معرض تابع حبي الشجره، وكانت مبيعاتي ممتازه او 100% نظرا لاني الراعي في المواطن، ونظرا بالاشياء اللي تتمشى مع الشخص اللي اهتم والغير مهتم. واتمنى ان كل المنازل تكون بهذا الشكل. والحمد لله اول ما يجيني صديق او زائر اول ما يبدا يقول ما شاء الله. نبات هذا كائن حي زي الانسان، ياكل ويشرب وياخذ ويعطي ويمر ويصح، وبالتالي اخذت ويتعالى الادويه كيف نعالج فيها. عند امس بالصبح كنت باخذ مبيد حشري لان الفراشه هذه تقتل في النباتات الضعيفه، النباتات الزينه. شفت الفل، شفت الياسمين، وشفت كل اشياء متابعه يوميا. اول حاجه دائما بنعطي لهم ميه، ثانيا بنحول الشوائب الاعشاب اللي هي غير مفيده بنحولها بس حتى ما تمتصش القوه بتاعها. دائما في عندها عنايه خاصه يعني. نباتات الزينه هذه مختلفه، في صباريات وفي مزهره وفي اللي فيها انواع مختلفه الحق يعني. الناس كلها قلقه من السقف من الربيع والوحده، لكن لما تحطها في جو زي هذا وخاصه زي هالوقت وعدي غادي يقول لك انا شرب منها. اتمنى من كل الناس وخاصه الشباب المثقف والناس الواعيه اللي ما عادش حول النخله ولا حول الزيتونه ولا اهتم بها، اعطيها بس اعطيك منظر. هذا كله يرجع لي انا بالسعاده وبالاطمئنان ونشعر اني انا فعلا قدمت شيء جميل لي وللبلاد.